هي تحياتي ليك، ايه الاخبار عندك؟ عمرو، تحياتي ليك، تحياتي لضيفك كريم رمزي. يمكن من امام استاد القاهره توافد العشرات الالاف لحضور مباراه مصر وجنوب افريقيا في دور ال16. حاله كبيره جدا من التفاؤل بين جماهير المصريه انه النهارده ان شاء الله منتخبنا هيحقق الفوز وهيتاهل للدور ربع النهائي، وبالتالي متابعه كبيره جدا لمباراه نيجيريا والكاميرون على الموبايلات، كله ماسك الموبايل وكله بيشوف النتيجه. اعتقد نيجيريا حتى الان متقدمه بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي هم متوقعين ان احنا ان شاء الله هنتوقع ان احنا نفوز ونتاهل للدور ربع النهائي. عايز اقول لك تفاؤل يمكن الكاميرا توضح خلفي، حاله كبيره جدا من السهوله في دخول البوابات، تعاون كبير جدا. طب النتيجه 1-1، الكاميرون اتعادل دلوقتي عطيه 1-1 1-1. احنا كده كده البطل يا عمرو، البطل ما يعني ما يهموش يقابل مين البطل. صحيح. احنا منتخب مصر، احنا اصحاب 7 ألقاب، وعندنا منتخب كويس جدا، عندنا محمد صلاح، وعندنا لعيبه كبيره جدا منتشره في كل الدنيا. احنا ما نخافش من حد، بالعكس المفروض ان كاميرون او نيجيريا هم اللي يخافوا ان احنا نلعب منتخب مصر. القصد اللي قصدت اقول لك الجماهير اللي وراك دي تخوف، فوز منتخبنا النهارده اللي وراك دول يخوفوا عطيه، يعني الجمهور ده بيخوف يعني. صحيح. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، انه منتخب جنوب افريقيا ليس هو المنتخب المرعب، يعني المنتخب هو انجازه الوحيد هو الفوز ببطوله افريقيا 96، ثم وصيف في 98 لما كسبنا 2-0. بمناسبه 98 خليني اقول لك انه اكتر افيه او اكتر مقوله سمعتها هنا بين الروح الرياضيه في الجماهير انه كسبناكم 2-0 في بوركينا فاسو، الافيه بتاع احمد السقا واحمد عيد الفنانين الكبار. طبعا قول لي بقى سهوله الدخول بقى، الافيه ده سمعته حوالي 100 مره النهارده. النهارده الجماهير ودخول الجماهير للمدرجات، الكاميرا اكتر احسن من اي كلام، يعني بص الكاميرا احسن من اي كلام. الكاميرا بتقول لي بص الناس داخله، مفيش ازدحام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه. يمكن انا قابلت عدد كبير من مشجعي جنوب افريقيا للاسف عندهم تفاؤل انه النهارده فريقهم ممكن يعمل مفاجاه، وبيستشهدوا بده بماتش بنين والمغرب امبارح انه ممكن تحدث مفاجاه ويتم اكسار منتخب مصر. لكن احنا طبعا ده عشانهم في الجنه، يعني يا عمرو ان شاء الله منتخبنا مشروع يعني، هو ده هدف الرياضه يعني، الحلم المشروع للدور ربع يعني. النهائي. صحيح صحيح عطيه، اشكرك شكرا جزيلا. صحيح. كل واحد بيتمنى يشوف منتخبه هو يا رب شايل كاس العالم يعني ففي النهايه، ولكن ده حق كل منتخب، وعلى الرحب والسعه ويشجعه، واحنا كمان نشجع وان شاء الله نكسب برضه، مفيش مشكله نبقى ديمقراطيين. شكرا يا كريم، شكرا يا عطيه، ان شاء الله نفوز من نصيبنا. شكرا جزيلا ليك.